خواطر. خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا في الروض أطيار بحمدك سبحت ربي، أرى أشكالها اختلفت ولكن كلها تسبي، تناغم صوتها وحكى لنا في رقة الصب بألحان تباينها بأفصح منطق ينبي بأنك أنت مبدعها ومبدع لحنها العذب، وأنت ربي أنت هديتها طبعا يحير كل ذي لب، وأنت منحتها عزما على التحليق يا ربي، وأنت ربي ترعاها لكي تقوى وتمرح في المدى الرحب وتهتف باسمك الأعلى مسبحة أيا ربي. فكم من آية فيها غفى عن وعيها صحبي، إلهي وسيدي فمن إلاك أرشدها لتحيا العمر في حبي، ومن إلاك سواها تحير كل ذي لبي. إلهي إن بعض الطير في تسبيحها قلبي، وحسبي اليوم إيماني بقدرة خالقي حسبي. خواطر. خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح.